الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة الإفريقية ويؤكدان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. في إطار ضبط الأسعار، الحكومة تؤكد الاستمرار في ضخ المزيد من السلع وتجديد الرقابة بالأسواق. مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة وفتح معبري العوجة وكرم أبو سالم لزيادة دخول المساعدات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر الكامل على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكد الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الإفريقية. وفي هذا الاتصال أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة الإفريقية، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الإفريقية. واصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث عقد اجتماعا مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين. في هذا الاجتماع أكد مدبولي على أنه يأتي وفقا لمخرجات اللجنة والتي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية. أوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير، تحقيقا للوفرة والإتاحة مع تجديد وإحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري ودائم، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة وفقا لمواد قانون حماية المستهلك. خلال الاجتماع تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، كما شدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت ذاته هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين وبعيدا عن أي ممارسات أخرى. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية تشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلا جديدا على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا الظرف الدقيق.
وخلال ترأسه اجتماع الحكومة، وجه مدبولي الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. ووجه مدبولي الشكر لشباب مصر والمرأة المصرية وكبار السن وذوي الهمم الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم. أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024. يأتي ذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي حددت في هذا الجدول حددت يوم 14 من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية. ملحمة شعبية وطنية سطرها الشعب المصري على مدار 3 أيام، كان عنوانها الوعي وبرهانها الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم في رسم ملامح مستقبل البلاد خلال المرحلة المهمة القادمة. مشاهد لا تخطئها عين تجلت مع اصطفاف المصريين بالداخل ومن قبلهم أقرانهم في الخارج أمام لجان الاقتراع، اصطفاف يبعث رسالة للعالم بأسره مفادها أن المصريين ما زالوا يدا واحدة مع وطنهم ومؤسساتهم، لا يفرقهم خلاف ولا تضعف عزيمتهم أزمات أو تحديات. قصة كتبها المصريون بكل فئاتهم في حب الوطن تجلت مع حرص الشباب والسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم وكافة شرائح المجتمع على أداء واجبهم الوطني منذ اللحظات الأولى لعمل اللجان الانتخابية وحتى آخر دقيقة في عملية الإدلاء بالأصوات. ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن الإعلام الدولي المتابع للانتخابات بمصر أجمع على أنها أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة، ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت. كما أكدت هيئة الاستعلامات أن مراقبي المنظمات الدولية والإفريقية لم يرصدوا مخالفة واحدة تتعلق بالإجراءات الانتخابية. وفي هذا الإطار لا نغفل دور الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي قدمت كل صور الدعم اللوجستي لصالح الناخبين بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص. فلأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية تمنح طريقة برايل المكفوفين حقهم في أداء واجبهم الدستوري، إلى جانب توفير الهيئة لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في الإقبال على التصويت إضافة لدور الإعلام التوعوي. ومع انتظار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، يسدل الستار على استحقاق الانتخابات الرئاسية لتستعد مصر قيادة وحكومة وشعبا لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بأن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اتسمت بالشفافية والنزاهة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، وشدد في هذا المؤتمر العسومي على أن البرلمان العربي لم يرصد أي مشكلات تعرقل سير العملية الانتخابية في مصر، مشيرا إلى رصد إقبال كثيف من قبل الناخبين خاصة المرأة والشباب على التصويت في الانتخابات. في هذا الإطار أكد العسومي على أن الشعب المصري أثبت من جديد أنه صمام الأمان ليس لبلاده فحسب بل للمنطقة العربية بأسرها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير نهائي عن متابعة انتخابات الرئاسة في مصر. إلى تطورات الأوضاع في فلسطين وفي غزة، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة،
سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم عليهم طوال 68 يوما. وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أن هذا من شأنه تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يومية. كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف، بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل اليوم الأربعاء. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول، حيث دخل اليوم 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخمس شاحنات وقود، وذلك من بين 200 شاحنة من المرتقب أن تدخل للقطاع اليوم. كما استقبل معبر رفح اليوم 16 من الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى 300 من مزدوجي الجنسية. يواصل مطار العريش الدولي استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، حيث استقبل المطار الطائرة الإغاثية السعودية 25 وعلى متنها مساعدات إنسانية وسيارتا إسعاف. كما توجهت إلى مدينة العريش طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 44 طنا من المساعدات، وتتضمن مواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بداية أستاذ محمد، كيف تقرأ المجهودات المصرية لزيادة المساعدات الإغاثية وأيضا لسرعتها وسرعة دخولها إلى أهالينا في غزة في ضوء فتح معبر كرم أبو سالم والعوجة لتسهيل الحركة الشاحنات والوقود أيضا؟ اهلا بحضراتكم وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا الخطوه الاخيره او المباحثات المصريه الاخيره بخصوص فتح معبر كرم ابو سالم كجزء من اليات ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه، ده بياتي في اطار
المقاربة المصرية منذ بداية الأزمة، واللي ركزت بشكل رئيسي على مسألة المساعدات الإنسانية كأحد يعني المحاور الرئيسية للتحرك المصري. التحرك المصري تجاه الأزمة الراهنة أو الحرب الدائرة في قطاع غزة ركز بشكل أساسي على المحور السياسي فضلا عن البعد الإنساني، وده كان أمر مهم في ضوء التداعيات الإنسانية أو الكارثة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها قطاع غزة بفعل يعني عمليات القصف الإسرائيلية والعمليات البرية الإسرائيلية تجاه القطاع، واللي خلفت أزمات إنسانية غير مسبوقة. يعني الدور المصري منذ البداية ركز على البعد الإنساني، والحقيقة أنه كان في عدد من المخرجات المهمة لهذه التحركات المصرية، ابتداء من دخول أول شحنة مساعدات إلى القطاع يعني قبيل قمة القاهرة للسلام، مرورا بعمليات إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مرورا بإنجاز الهدنة الإنسانية المؤقتة، وصولا إلى الجهود الأخيرة أو المخرج الأخير الخاص بفتح معبر يعني كرم أبو سالم، واللي هيدفع بدوره باتجاه تنامي عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى يعني قطاع غزة، خصوصا يعني مع الحاجة لذلك في ضوء اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع وما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية كارثية. نعم، الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث استشهد وأصيب العشرات في قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أعداد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى ما لا يقل عن 18,608 شهداء، فيما أصيب 50,594 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي. أكدت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، مما يثير المخاوف على سلامة 12 طفل في عناية الأطفال. أضافت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات، مشيرة إلى أنها قامت باقتحام المستشفى في شمال القطاع وجمع الرجال في الساحة. وسبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء، وبحسب الأمم المتحدة لا يوجد حاليا سوى مستشفى واحد في شمال غزة قادر على استقبال المرضى. صرح مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض وسط هجوم إسرائيلي ضرب المستشفيات وتسبب في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص. دقت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ناقوس الخطر فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية في غزة، وتسبب نزوح الداخلي للقطاع لنحو 85% من السكان في اكتظاظ الملاجئ وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إنهم يعلمون جميعا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار بالفعل
ولديهم مرجع للتعامل مع الأوبئة والكوارث المتعلقة بالصحة العامة. تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور من قطاع غزة، حيث أعلنت حركة حماس أنها استهدفت 8 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند بقذيفة الياسين 105 في منطقة خان يونس. وأشارت الحركة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في المحور الشرقي لخان يونس والزيتون والشجاعية وجباليا. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إن هجوم 7 أكتوبر الماضي وجه ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية. وفي خطاب له قال هنية إن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، وأكد على أن الحركة منفتحة على أي مبادرات تفضي لوقف العدوان. أضاف أن الرهائن على ترتيبات دون حماس والمقاومة بمثابة وهم وسراب. كما شدد هنية على أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا. في هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من أفراده معظمهم من الضباط وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في المعارك المندلعة شمالي قطاع غزة، وذلك في أكبر حصيلة يومية منذ توغلها البري في القطاع. أوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القتلى ضابطا برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني، وهو ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء العملية البرية في 20 أكتوبر الماضي إلى 116 قتيلا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 444 ضابطا وجنديا. شن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشار إلى أن نتنياهو ما زال يمارس سياسته التي تعتمد على الكراهية والتحريض والكذب. وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، أكد لابيد أن إسرائيل تخوض حربا مريرة ويوميا يوجد قتلى من الجنود الإسرائيليين، مشددا على أن نتنياهو لم يتعلم مما حدث في 7 أكتوبر الماضي، وشدد على أن الكارثة لم تغير في نتنياهو شيئا، فهو لا يريد الاعتراف بخطئه، مؤكدا أن نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصب رئيس الوزراء لأنه يمثل خطرا كبيرا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال إن الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وأن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه. وقال كوهين إن إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بدعم دولي أو بغير دعم دولي. أضاف أن وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لحماس، وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى على حد قوله. كما دعا كوهين المجتمع الدولي إلى العمل بفاعلية وحزم من أجل حماية مسارات الشحن العالمية. يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان زيارة إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار جهود الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف العشوائي لغزة. هذا وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن الدولي القومي أدريان واتسون بأن سوليفان يعتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هارتسوغ لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وفي غزة. 14 different nations, which goes to show you the extent to which this is truly a source of global concern and a threat to international peace and stability. As DOD has relayed, the early إلى الضفة الغربية، حيث استشهد فلسطيني من جنين عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي، وذلك خلال اقتحام لقوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.
ذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال. وحول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستشهاد شخصين وجرح آخر في صور خلال استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا في بلدة ياطر وتدميره. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارة جوية استهدفت مبنى في بلدة كفر كلا، أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى وتدمير المبنى بشكل كامل. كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدة وأطراف بلدة تربيخة، وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الاحتلال من جانب وحزب الله اللبناني وعدد من الفصائل الفلسطينية من جانب آخر، وذلك منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور المضيق. هذا وأكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أكدت أن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبلة ساحل اليمن، واستهدفوها بالصواريخ، وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي بعدما حذرت قوات الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل. وقالت الشركة البريطانية إن الزورق السريع اقترب أيضا من سفينة ثانية كانت تبحر في المنطقة نفسها لكنها لم تتعرض للهجوم. وفي حدث منفصل قال مسؤول دفاعي أمريكي في واشنطن، قال إن المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن، وكانت متجهة صوب المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية. شددت الجامعة العربية على أن الأونروا تقوم بدور إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين. أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن طاقم الأونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة اليوم يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات إنسانية. وأعربت الجامعة العربية عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط بالتصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. أشار الأمين العام إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام العالمي. وفي بيان له أكد أبو الغيط أن الدول التي صوتت ضد القرار تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة. هذا وأكد أبو الغيط أن التطور في الموقف الأمريكي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع جاء
جاء متأخرا ولا زال غير كاف لوقف الحرب الدموية، متمنيا أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقيا وسياسيا بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقود قادمة. ثمنت البحرين جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة برئاسة مصر في تقديم مسودة قرار يطالب بحماية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة. أيد القرار 153 دولة للقرار من بين 193، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت، واعترضت إسرائيل وثمان دول أخرى عن التصويت لهذا القرار. إجماع دولي واسع تبنته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بهدف معالجة الوضع إنسانيا بعد أن أخفق مجلس الأمن في تبني قرار مماثل الأسبوع الماضي. مصر نيابة عن اللجنة العربية الإسلامية قدمت مسودة قرار يطالب بحماية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، محذرة من دخول المنطقة بأسرها في حرب إقليمية في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. تؤكد المجموعة العربية أن مساعي أقلية من الدول الرامية للتصدي للرأي العام الدولي المطالب بوقف إطلاق النار بذرائع ومبررات واهية متعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تتجاهل عن عمد أن هذا الحق لا ينطبق على إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها قوة الاحتلال غير الشرعية، وتتجاهل أيضاً أن هذا الحق لا يعفي حال تطبيقه من الالتزام بأبسط قيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي. القرار أيده 153 من أعضاء الجمعية العامة من أصل 193 عضواً، بينما صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل ثماني دول أخرى، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، فيما اعتبرت فلسطين أن قرار الأمم المتحدة يعد قراراً تاريخياً، لا سيما بعد قرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 للمرة الأولى منذ عقود. وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أن البعض يرى أن الإجماع الدولي على المستويين الأممي والشعبي قد يساهم في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لإلزامها بوقف استهداف المدنيين. ما زالت أخبار التاسعة تتواصل مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في ختام كوب 28 دول العالم تتبنى أول اتفاق تاريخي يدعو للتحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، ومصر ترحب وتشيد بقيادة الإمارات للمفاوضات. لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. رحبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة 28 للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 28. كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات، والتي أفضت إلى التوصل إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها. أكدت مصر في هذا الإطار أن نجاح الإمارات في ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، ولا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر كوب 27.
تبنت دول العالم اليوم بتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بدبي، وذلك بالتوافق من دون أي اعتراض من نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. بعد ماراثون طويل من المفاوضات، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد في دبي، تم إقراره بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي، يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق. من جانبه، شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات. يجب على الجميع هنا أن يكونوا سعداء، لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكب ينهار، فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأخذ البشر في الاهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام. تزامنا مع ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة 2 بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي ما زالت غير ناضية ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه. أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12% إلى 2.3 مليار يورو، كما سيرفع من ميزانيته المدنية ب 18.2% لتصل إلى 438.1 مليون يورو. وصرح الحلف في البيان الذي أعلن فيه عن الزيادة بأن زيادة الميزانية العسكرية تسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية، وتوفر الميزانية المدنية لحلف شمال الأطلسي الأموال اللازمة للأفراد وتكاليف التشغيل ونفقات البرامج لمقر الحلف وموظفيه الدوليين، بينما تغطي الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة الحلف والبعثات والعمليات حول العالم. تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم أسرى الحرب بينهما في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات السلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. أوضحت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب أنها أطلقت 32 جنديا أرمينيا وأطلقت أرمينيا جنديين أذربيجانيين، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في منطقة غازاخ على الحدود الأذربيجانية الأرمينية. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرتنا في نشرة التاسعة يستعرضها لنا محمد عبد الله. شكرا مصطفى وشكرا دينا. مشاهدينا، إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا.
أهلا بكم. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022. وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. وأضاف المجلس التصديري أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 21% يليها الاتحاد الأوروبي. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1,668 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.92% ليبلغ 24773 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 3.7% ليبلغ 5279 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، وذلك بعد توقعات منظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك الإيجابية بشأن النمو العالمي. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 74 دولارا و8 من المئة سنت للبرميل، وتصل بذلك إلى نسبة 1.5%. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 69 دولارا و41 سنتا للبرميل لتبلغ 1.7%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.24% لتبلغ $2.53 للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في أسواق البترول أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الاتحادية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.50 و5.25%، ويتوقع خفضا بنسبة 75 نقطة أساس في 2024. وأشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التجديد التاريخي للسياسة النقدية الأمريكية بلغت نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في العام المقبل. وفي بيان جديد عن السياسة النقدية أولى مسؤول المركزي الأمريكي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم تباطأ عن العام المنصرم. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد العالمي، وكذلك العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أن يكون أيضا له تأثير. وشددت يلين على أن الهجمات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها. أعلن البنك الدولي أن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، ما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ. وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين بما في ذلك أصل الدين والفائدة ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود.
أشارت وكالة التصنيف موديس إلى تثبيت تصنيف لبنان إلى عند مستوى سي وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وأوضحت موديس أن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن سي يظل التصنيف عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. واعتبرت موديس أن استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد. وذكرت موديس أن تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في العدوان الإسرائيلي على غزة سيبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة. انتهت أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى مصطفى ودينا. شكرا لك محمد عبد الله على هذا العرض الاقتصادي. أعلنت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة تعرض منطقة المقابر في جباليا إلى أضرار كبيرة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها. هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة المقابر بحي الفلوجة في مخيم جباليا، ما أدى إلى تناثر شواهد القبور في كافة الطرقات. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا إلى عالم الساحرة المستديرة وكرة القدم محليا وعالميا. نعود فيها إلى محمد عبد الله مرة أخرى، إليك محمد. شكرا دينا وشكرا مصطفى. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراره الجماعية الثاني في جدة، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية. يأتي هذا بينما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم تحكيم من فنزويلا بقيادة خوسيوس فنزويلا ويعاونه الثنائي خورخي أوريوغو وتوليو مورينيو لمباراة الأهلي مع الاتحاد السعودي. نهاية أخبار الرياضة، أعود من جديد إلى دينا ومصطفى. شكرا لك محمد عبد الله. فاقمت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في قطاع غزة من معاناة العائلات النازحة من قطاع غزة إلى رفح، حيث مزقت الخيام الهشة وأغرقتها بالمياه وغمرت الملابس والبطاطين وأصابت الجميع بالبرد، كما انهارت العديد من الخيام وأصبحت غير صالحة للسكن في منطقة المواصي الواقعة جنوب قطاع غزة. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة يستعرضها لنا من جديد زميلي محمد عبد الله. شكرا مصطفى، شكرا دينا. إلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-15، الإسكندرية 23-13، مطروح 22-12، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 24-13، إلى السويس 23-14، العريش 22-12، طابة 24-15، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 25-15، إلى الأقصر 25-12، أسوان 26-12، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 28-19، وحلايب 26-20.
والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضرتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. Casi 2,3 millones de seres humanos han sido asesinados. Bueno. Vale. 49.645 personas heridas. Uno con... Y aparte, los ataques de la población vale. ¿Vamos para otro lado, dices? Casi 2,3 millones de seres humanos han sido asesinados. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة. لم يتبقى منها سوى أن نذكر حضرتكم بأهم وأبرز عناوينها.
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة ويؤكدان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. في إطار ضبط الأسعار، الحكومة تؤكد الاستمرار في ضخ المزيد من السلع وتشديد الرقابة على الأسواق. ومصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار إدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة وفتح معبري العوجة وكرم أبو سالم لزيادة دخول المساعدات. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دينا؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ اخباركم ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله والشكر لله. يعني في اطار ما احنا عندنا كان الانتخابات خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، دلوقتي جاري الفرز وما الى ذلك، وهيتم تسليم المحاضر المتعلقه باللجان العامه. مصر غير متوقفه، فهتلاقي الرئيس يلتقي برئيس الكونغو، رئيس الكونغو، وهتلاقي انه مصر لا زالت شغاله بمنتهى القوه في دعم القضيه على الجانب الفلسطيني. طب انا عايز اسالك عن ده لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشان ضبط الأسواق والأسعار والمستلزمات. طبعا ده معناه أن في حراك على مستوى الدولة، يعني الدولة المصرية بتتجه داخليا وخارجيا حتى مع توسيع المساعدات الغذائية والوقود لغزة من خلال فتح المعابر، ويعني التركيز مع القضية الفلسطينية. كل ده شايفينه بيحصل، يعني المفروض ان احنا نقول بقى ايه، بريك بقى شوية من الانتخابات؟ لا، هو مفيش بريك. لا، هو انا عايز اسألك عن ده يوسف بالتحديد، انه ملحمة حقيقية واصطفاف وطني وادراك من المواطن المصري في كل نجع وقرية ومدينة ومركز ومحافظة، وانا شفت ده على الارض واقعيا، انه في حالة من الاصطفاف، في حالة من التقدير والاحترام لمجهودات الدولة والمجهودات اللي بتقوم بيها المؤسسة والمؤسسات الكبيرة. وأنا شفت ده بعيني فعليا على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا، من خوف وقلق على الدولة المصرية وعلى المؤسسات وعلى اللي بيحصل من حوالينا، لكن المواطن المصري عنده الإدراك بده. عايز أسألك عن رؤيتك الخاصة للمشهد اللي احنا شفناه، مشهد الانتخابات، وإن المواطن أدرك الحقيقة أنه في حجم التحدي كبير، وأنه كان في اصطفاف أمام اللجان وداخل اللجان وفي كل مكان، إن كله مدرك الظرف وطبيعة الظرف في الوقت الحالي، في إطار طبعا متابعة دولية زي ما شفنا وتابعنا من أكتر من 100 منظمة دولية بيتابعوا داخل الدولة المصرية الانتخابات. طيب أنا هقول لك بمنتهى الاختصار، لأنه طبعا عمرو زكريا بيستعجل. بمنتهى الاختصار ممكن نستخدم الأول كلمة، لأنه في إيمان. المصريين مش بس هم فاهمين حجم التحدي أو فهم الخطورة، هو كمان في إيمان بأهمية القضية اللي هي قضية الصراع العربي الصهيوني من ناحية، إيمان بأهمية أنه لهذا الشعب الحق في بلاده وفي دولته المستقلة، الإيمان بأنه الوضع الداخلي يجب أن يظل دائما جبهة واحدة صلبة وموحدة، الإيمان بأن هناك أمل حقيقي في الغد القريب القادم. المسألة كلها متعلقة بالإيمان يا مصطفى، وده شيء مش بعيد إطلاقا عن هذا الشعب. أنت بتتكلم على أقدم دولة عرفها التاريخ، دولة بالمعنى الكامل لكلمة دولة، دولة بشعب بحدود ثابتة بهيكلها التنظيمي بمؤسساتها دولة. اوعى تتصور أبدا أنه ده ممكن يغيب علشان حصل مشكلة ما، أزمة ما، على مر العصور آلاف السنين. في النهاية خالص الشعب المصري بيستعيد بشكل أو بآخر، سميها جينيا سميها وجدانيا، يستعيد عظمته كده وبطريقة غير مباشرة وإدراكية. المصريين، في ناس بيقولك المصري مبهر، المصري ولا مبهر ولا حاجة، لو أنت فاهم كويس ده الطبيعي بتاع المصريين، بس كده ست الدنيا يعني. بالتوفيق يا يوسف. شكرا جدا ليك يا مصطفى، وشكرا جدا ليك يا دينا، واستاذنكم نبدا فقره الحلقه.